كيف تشتري من موقع أو تطبيق جرير؟ السلام عليكم، تعرفنا سابقا كيف تقدر تسوي لك حساب في تطبيق أو موقع جرير، واليوم راح نشرح لكم خطوات الشراء. تابعونا. أول شيء ابحث عن المنتجات اللي أنت حاب تشتريها، وإذا حصلتها بتشوف تحتها أيقونة إضافة إلى السلة، اختارها عشان تنضاف لسلة التسوق الخاصة فيك. بعد ما تضيف المنتج بيطلع لك تحت خيارين، إكمال التسوق أو الذهاب إلى سلة التسوق. اختار إكمال التسوق إذا حاب تضيف منتجات أخرى، وهكذا مع كل منتج حاب تضيفه إلين ما تخلص من التسوق بإضافة كل المنتجات اللي حاب تشتريها لسلة التسوق، وبعدها تنتقل للمرحلة التالية، مرحلة الدفع. لما تدخل على صفحة المنتج بتحصل كل المعلومات اللي تحتاجها، مثلا مدة الضمان، السعر، تاريخ ووقت التوصيل المتوقع، واللي راح يظهر لك بعد ما تختار المدينة اللي فيها العنوان اللي تبي توصل للمنتج، وراح يعرض لك مدة التوصيل في أيام العمل مثل ما هو متعارف عليه، وتحته بيطلع لك الكمية اللي حاب تشتريها من هذا المنتج، وبعدها بتحصل خيارات إضافة إلى السلة إذا حاب تشتري، أو إضافة للمفضلة إذا حاب تحفظها للشراء في وقت لاحق. بعد ما تنتهي من رحلة التسوق اضغط على خيار الذهاب إلى سلة التسوق لإنهاء عملية الشراء واستكمال عملية الدفع. لما تدخل صفحة سلة التسوق بتحصل كل المنتجات اللي اخترتها مع اختصارات تحتها تسهل لك عملية التحكم بمحتويات السلة، مثل نجمة المفضلة أو علامة سلة المهملات لحذف المنتج من السلة، وتحتها بتطلع لك خيارات واللي هي رقم بطاقة خصم مكتبة جرير في حال عندك، تدخل رقمها هنا عشان تستفيد من الخصم، وتحتها بتحصل إدخال كود الخصم، وهذا في حال كان عندك كود خصم وحاب تستفيد منه بعملية الشراء. بعدها تضغط على الاستمرار للدفع، تطلع لك صفحة تسجيل الدخول، بتسجل دخول لحسابك لإكمال عملية الشراء، أو تسوي لك حساب جديد مثل ما شرحنا لكم بالفيديو السابق اللي بيظهر لكم بالشريط الآن وبتحصلوه أيضا في الديسكريبشن. وبعدها بتطلع لك صفحة العنوان اللي بتنشحن له مشترياتك وسبق لك إضافته بوقت تسجيل حسابك، وبتطلع لك خيارات ثانية لتغيير العنوان إذا حاب مثلا إضافة عنوان جديد. وفي حال تبي أحد غيرك يستلم عنك المنتج تقدر تضيف اسمه، ومو بس كذا تقدر حتى تختار الوقت اللي يناسبك لاستلام المنتج، وبعدها أضغط على الاستمرار للدفع، وهنا نوصل للمرحلة النهائية وهي اختيار طريقة الدفع اللي حاب تستخدمها. تقدر تختار الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية، فيزا، ماستر كارد أو أمريكان إكسبرس، أو باستخدام قطاف أو عن طريق حساب سداد اللي سبق وشرحناها لكم في فيديو سابق، بيظهر في الشريط أمامك وبتحصله في الديسكريبشن. طيب بما أننا سبق وشرحنا خدمة سداد ممكن نجرب الآن الدفع باستخدام الفيزا. فتحت لنا الصفحة الخاصة بتعبئة بيانات البطاقة واللي بتختلف طريقتها في التفعيل حسب سياسة البنك اللي تتعامل معاه. بعدها راح تطلع لك صفحة تم تنفيذ طلبك بنجاح اللي بتحصل فيها كل المعلومات مثل رقم الطلب والرسم البياني لحالة الطلب ومعلومات التوصيل، وبعدها راح تستلم إيميل على بريدك الإلكتروني اللي سجلت فيه حسابك يأكد لك عملية الدفع، وتقدر تتابع طلبك من صفحة حسابي في خانة طلباتي. وبعد ما تستلم إيميل تأكيد الطلب راح يجيك إيميل ثاني وهو الفاتورة واللي فيها ضمان المنتج في حال حبيت تسترجع، تبدل أو تصلح المنتج. وهنا وجب التنويه على أنه تقدر تسوي إلغاء للطلب إذا كان في حالة تجهيز الطلب، واللي تقدر تطلع عليها من طلباتي في خانة حسابي حتى وإن استلمت إيميل تأكيد الطلب. أما لو كان الطلب في حالة جاهز للشحن وما بعدها، أو إذا استلمت الفاتورة على الإيميل، فهنا ما تقدر تلغي الطلب. للشكاوي والاقتراحات تواصل معنا على الإيميل عن طريق اتصل بنا، وللاسترجاع مر الفرع إذا ينطبق عليه شروط وأحكام الاسترجاع، وإذا ما عندك فرع بمنطقتك اتصل فينا على الرقم الموحد وراح نخدمك أو نساعدك باسترجاع المنتج. هنا نكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم. في حال ما زال عندك أسئلة أو واجهتك أي مشكلة تقنية كانت أو غيرها، تقدر تطلع على الأسئلة المكررة اللي بتحصلها في آخر الصفحة في جرير.com أو في صفحة المزيد في تطبيق جرير، واللي بتساعدك بالإجابة على الكثير من أسئلتك.